بستوريهات انستغرام اعلنت ماريانا غريب عن خضوعها وبشكل مفاجئ لعملية جراحية وانها كانت متواجدة بالمستشفى لعدة ايام، حيث ما صرحت عن نوع العملية اللي خضعت لها واكدت انها رح تكشف عن هذا الموضوع قريبا جدا، واكتفت بقولها انها مو قادرة تمشي حاليا. ايران طالعة من المشفى اليوم، الي من يوم التنين على هالتخت وعز الجهاز. الحمد لله اليوم طلعة، ومع انه المفروض اني اضل كمان هيك على حكي الدكتور، بس انا طلبت. عملت عملية شو حاليا؟ ما رح احكي عملية شو حاليا يعني، بس احكي بعدين اكيد. بس بقلكن يا انه انا العملية اللي عملتها ما فيني امشي حاليا، عم دور على حدا يجي يشيلني على البيت. من بعد غياب طويل على اليوتيوب والسوشيال ميديا عامة، رجع أبو فلة بفيديو جديد على قناته بعنوان أقوى سيت اب بالعالم، حيث استعرض فيه السيت اب الخرافي اللي اشتغل عليه لعدة أشهر، واستعرض الفيلا الجديدة الخاصة به بدبي، حيث انصدم الجميع من فخامة البيت وفخامة السيت اب اللي كلفوا أموال كبيرة، فألف مبروك لأبو فلة. أما شيرو عمارو بعد عودته من تركيا لدبي كشف أن السفرة ما كانت سفرة عمل، بل كانت سفرة للقاء أصدقائه، ورجع بعد يومين بسبب اشتياقه لأخواته. صلي أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع ما بعرف أني طالع بالبيت لدرجة أنه نسيان السواقة، ما عدا السفرة اللي سافرتها لتركيا. وليش سافرت؟ لازم لكم أول شيء كان بدي أشوف رفيقي ريدر حامد، تاني شيء صراحة كثير حبيت أعيش أجواء رمضان بتركيا يعني، الصراحة حسيت حالي اني بسوريا. بس ما طولت كتير، ضليت يومين ورجعت لانه اشتقت لاخواتي كتير، والله العظيم صدقوني. والله مشكلة وخلاف كل من انس الشايب وبرهوم معراوي قبل يومين اشعلت السوشيال ميديا بشكل كتير كبير، واللي حكينا عنها بالتفصيل باخر فيديو نزل على قناتنا، الرابط تحت بصندوق الوصف. ولكن والحمد لله هديت الامور حاليا بين الطرفين وعم الصمت بينهم، الا ان الخلاف اشتعل من جديد ولكن من طرف اخر. فمن بعد تنزيل عمر ابو الرب لهذا الفيديو على حساباته على السوشيال ميديا، واللي وجه فيه رسالة لانس الشايب طالبا منه منافسته بمباراة ملاكمة مثل ما طلب انس من برهوم قبل فترة، ومن بعد تصريح انس الشايب ببرنامج نور مار انه محتوى عمر ابو الرب يعد من اسوأ المحتويات بالنسبة له. فأجاب أنس الشايب بعد ساعات على فيديو عمر بستوريهات انستغرام، وأعلن من خلالها أنه جاهز ومستعد للفايت، إلا أنه أنس حذف الستوريهات بعد فترة قصيرة، وهذا اللي استغرب من الجمهور واستغرب منه عمر أبو الرب وشارك الستوريهات. أما أنس فاختفى عن الأنظار من بعدها لحد الآن، فشو رأيكم باللي صار بينهم؟ هذا الفيديو موجه لأنس الشايب. حبيب هلا بيسان، أنس الشايب حكى عن محتواي أسوأ محتوى بالوطن العربي، بتحداك ننزل فايت وين ما بدك وقت ما بدك، أنا جاهز. وكلكم عارفين إنه ما عندي أي خبرة بالبوكسينج. فطلع اليوم عمره بالرب وبيحكي أنس أنا بدي أتحداك بفايت وياك، إذا أنت بتمزح ماخذ الإشي بمسخرة إشي بيرجع لك، بس أنا ماخذه جد، وفي أي وقت بدك أنا جاهز، بدك في رمضان أو بعد رمضان ما عندي أي مشكلة، والله العظيم بدك أبلش أجهز لها من هسا احكي لي. عمره بالرب اسمع، أغنية إن أنا اللي حطيتها عندك على الستوري بتعمل عليها حركات بتتهبل، والله العظيم لو أحط لك إياها وأدخل عليك أنفخ وجهك وبدي أستفزك، بتكونش زلمة قد حالك إذا ما وافقت تلعب معي جد ملاكمة. أنا عارف إنك أنت طالع بتتهبل وتتمسخر لأنك أنت مش قدها. بهالستوريهات أعلن كل من كيندي مان وغيث مروان عن تحضيرهم لأغنية جديدة مع بعض رح يتم طرحها بعد أيام قليلة جدا، حيث شاركاها الفيديوهات من كواليس التسجيل. فكم نسبة حماسكم لأغنية كيندي مان وغيث مروان؟ وبالحديث عن غيث مروان، فحكى به ظهوره الأخير ضمن فيديو كارولين مارليني أسئلة محرجة مع غيث مروان، والإجاب فيه سيرة دراما نور ستارز ونارين بيوتي ودراما البرتقالة. شو أسوأ دراما صارت معك وليش؟ أوكي، الدراما اللي طلعت من نور ستارز اللي بلشت. ليش؟ لا أنا ما دخلني فيها، بس دخلوني فيها فأنا صرت فيها للدراما يعني، بس أنا ما دخلني يعني. أما بيسان إسماعيل فأعلنت على البرومو الرسمي لبرنامجها الجديد برمضان باسم الغرفة 11، حيث اللي فهمنا من البرومو أنه البرنامج حيكون بطابع جديد يحكي عن مواضيع مختلفة باستضافة ضيوف بيكونوا مشاهير من السوشيال ميديا، فشفنا من خلالهم بالبرومو صور لنارين بيوتي ونور ستارز وأبو فيلا وغيرهم. واليوم رح يتم عرض الحلقة الأولى من البرنامج، فكم نسبة حماسكم لبرنامج بيسان إسماعيل؟